يشارك نخبة من نجوم الطرب الأصيل في مهرجان الغناء بالفصحى في مدينة الرياض بالسعودية، وشاركت الفنانة ماجد الرومي جمهورها بإنستغرام لحظات وصولها السعودية مساء أمس استعداداً لحفلها المرتقب يوم 5 أكتوبر الجاري، كما يحيي النجم كاظم الساهر حفله يوم 6 أكتوبر بمشاركة الفنانة القديرة عزيزة جلال والفنانة فايا يونان. وانطلق المهرجان يوم 5 الماضي بمشاركة فنان العرب محمد عبدو والفنان لطفي بوشناق والفنانة أروى السعودية، وأحيا الليلة الثانية النجوم أصالة وعبادي الجوهر والموسيقار أحمد فتحي. شوقت الفنانة نادين الجيم جمهورها لأحداث الجزء الثاني من مسلسلها المنتظر صالون زهرة بعد إعلانها عن انضمام النجمتين السوريتين القديرتين سامية الجزائري ووفاء موصلي إلى العمل، إذ غردت الجيم عبر تويتر مستعينة بعبارة شهيرة لشخصية أم محمود التي أدتها الجزائري بمسلسل يوميات جميل وهناء، وكتبت يلا نطرينكم ما تطولوا علينا. من ناحية أخرى، قرر الفنان توني عيسى بشكل مفاجئ الانسحاب من الجزء الثاني للمسلسل بسبب صغر مساحة الدور في الجزء الجديد. شارك الفنان سعد المجرد جمهوره أمس مقطع فيديو عبر حسابه بإنستغرام يوثق خلاله لقطات من حفل زفافه على صديقته غيث العلاكي الذي تم في باريس قبل أيام، وسط حضور عائلة العروسين فقط وبعض من أصدقائهما المقربين. تصدر الفنان نصيف زيتون والممثلة اللبنانية دانييلا رحمة الجدل مجدداً وسط تساؤلات حول حقيقة وجود علاقة عاطفية تربطهما، وذلك بعد تسريب صورة لهما نشرها الصحفي اللبناني إلي مرعب عبر تويتر وكتب النجمة دانييلا رحمة وعائلتها في حفل النجم نصيف زيتون في أستراليا. وأثارت عدد من التصريحات غير المباشرة من النجمين تكهنات الجمهور بوجود قصة حب تجمعهما دون أن يؤكدا أو ينفيا ما هو متداول. أعلن الفنان المصري مصطفى كامل عن تلقيه تهديدات من أعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية بمصر بعد ترشحه لمنصب نقيب الموسيقيين، مطالبا مديرية الأمن بالتدخل وتأمين انتخابات النقابة. وقد تقدم الفنان مصطفى كامل بأوراقه للترشح على مقعد نقيب المهن الموسيقية خلفا للفنان هاني شاكر. أخيراً وعالمياً، خطفت إطلالات نجمات العالم الأنظار في العاصمة الفرنسية تزامناً مع أسبوع الموضة في باريس لحضور عروض أشهر دور الأزياء. الحدث الذي انطلق الأسبوع الماضي ويستمر حتى يوم غد شهد تواجداً لافتاً لنجمات العرب من بينهن إليسا وياسمين صبري ومايا دياب ودليتا خليل ولوجين عمران وكارن وازن والعديد من الفاشينيستات العرب.